النهاردة اليوم ال11، يعني أنا كده حد ملتزم جدا جدا جدا. أنا نور ودي لقناتي على اليوتيوب. الناس اللي عاملين زي الناس اللي هم صامتون اللي بيتابعوني في صمت، أتمنى أن انتوا تطلعوا من صمتكم ده وتبدأوا تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم أي حاجة جديدة. بعد إذنكم، النهاردة هنتكلم عن طائر قوي جدا وبيضرب به الأمثال عبر التاريخ، اسمه النسر. بيقولك أن النسر عامة هو بيكون هم صامتون معظم الوقت، لديهم نظرة حادة والقدرة على التحليق عاليا. وبيقولك ان النسر دوت مصدر من مصادر الالهام لكتاب كتير وناس كتير جدا. بيقول ان هما ازاي بيقدروا يفوزوا باي فريسة او اي حاجة هما عايزينها. باول حاجة ان هما بيكونوا صامتون ساكتين معظم الوقت، بيبدأوا ان هما كل الناس حواليهم بتحس ان هما مش عارفين اي حاجة ومش مركزين، رغم هم صمتهم ده معناه ان هم مركزين لغاية ما يوصلوا للحاجة اللي هم عايزينها، ويبدأوا ان هم يبصوا لها بنظرة حادة ويركزوا عليها لغاية ما تيجي الفرصة الحاسمة او الوقت المناسب، ويبدأوا ان هم ينقضوا على الفريسة بتاعتهم. يعني المدة ما بين الصمت وما بين الفوز بيبقى فيه في النص عواصف او عوائق. النسر بياخدها ان حاجه بتقويه، مش حاجه بترفعه، مش حاجه، مش بيقعد بقى جنب الحيط ويقعد يعيط ويجيب ناس تعيط ويقعد يكتئب والكلام ده، لا، الحاجات دي كلها بتقويه وما بتشتتش تركيزه على الهدف اللي هو عايزه. فبيقول لك ان هو ان انت لازم تكون زي النسر في النقطه دي. طيب اول حاجه محتاج اعمل ايه عشان اكون زي النسر؟ اكتب الهدف بتاعي، انا عايزه اوصل لايه. اقعد كده اهوت فتره صامته وابدأ امسك ورقة وقلم وابدأ ان انا اقول والله انا عايز اعمل 1 2 3 في اي مجال او اي حاجة انا عايزها. والله انا طالع من مرحلة نجاح، عايز انجح اكتر، فابدأ ان انا اشوف ايه الحاجات اللي انا اقدر ان انا انجح اكتر واكتر. خارج من مرحلة كان في خسارة سواء في اي حاجة، فانا ان انا والله اقول انا خسرت في 1 2 3 وما فكرش في اي حاجة في الماضي، وابدأ ان انا اعيد من اول وجديد وان انا ابدأ. تاني حاجة الصمت، يا جماعة الصمت، في مثل بيقول داري على شمعتك تقيد. تالت حاجة بقى واهم حاجة نقطة العواصف او العواقب بيتعرض ليها، ومفيش حد ناجح في الحياة دي كلها الا وتعرض لعواقب وخسائر كتير جدا، مستحيل يعني. يعني لو قرأنا في قصص التاريخ او ناس حوالينا احنا شايفين من وجهة نظرنا ان هم ناجحين، هتلاقيهم ان هم اتحدوا حاجات كتير جدا عشان يوصلوا للحاجة اللي هم عايزينها. عايزين بس النهاردة نبدأ نغير وجهة نظرنا عن نقطة ان يكون في عقبة او في خسارة. او في خسارة دي بتيجي ليه؟ اول حاجة ما فيش حد بيخسر عشان شخصنا، لو والله احنا مستقصدين فلان، يعني هو دايما هيبقى خسران، دايما هيبقى كل حاجة منه مش مظبوطة، دايما مش، لا، ما فيش حاجة اسمها كده. ساعات بتبقى في فترة فيها صعوبات كتير جدا والدنيا مقفلة من كله عشان ربنا عايز يديك رسالة معينة انت لازم تبقى عارفها. فبالتالي انك لما تعرف الرسالة دي، لما تعرف الحاجة دي، بتبدأ ان انت تعمل بيها او تتعلمها او كده، فلما تيجي خطوة تانية النجاح بيبقى اسهل. رابع حاجة واخر حاجة الاتقان، ان انا اكون متقن في عملي، متقن في الحاجة اللي انا عايزة اوصل لها، او متقن في الخطوات عشان اوصل للحاجة اللي انا عايزها. معملش اي حاجة كده من ايده ورجله، غير ان احنا لازم نكون متوكلين على الله سبحانه وتعالى في الحاجة اللي احنا بنعملها دي، ويكون عندنا ايمان بنفسنا، ايمان بالله وايمان بنفسنا، ونحاول ان احنا نغير نظرتنا للحاجات اللي الوحشة اللي بتحصل، لان هي دي الحاجات اللي بتخلينا افضل، الحاجات اللي بتخلينا ان احنا احسن. شكرا جدا لكم انكم سمعتوني، مع السلامة.